انا خايف بقى لما ياسمين تعرف وترفض الامور ومراته. في حاجه ولا ايه؟ لا هنروح انا وانت كده يا حبيبتي زي ما قلت لك بقى. ماشي ماشي طيب. ما دنيا ماما 100 مره قلت لك ما تعمليش التلحك ده، تبقى شكلها وحشه كده شكلها احلى. انا رايحه انا اشتري حاجات، عايزين مني حاجه؟ لا ايوه انا عايزين حاجه معاك. بقول لك رايحه اشتري حاجات، هشتري اكل وحاجات من السوق، هتفهم انت في الخضار؟ سيبي عبد الرحمن تروح لوحدها. يا عبد الرحمن يا حماتي معلش سيبها لوحديها تروح. والله يا ماما ماشي، خليك قاعد جنبها، انا رايح انا. شفتي؟ معلش سيبها راحتها يا عبد الرحمن. والله لا اعرف كل حاجه دلوقتي بتقولوها من ورايا، السماعه دي هتثبت لي كل حاجه. عبد الرحمن بنت لازم تعرف كل حاجه. لا لا اوعى تعرفيها حاجه، انا برضو مش عايز اخسرها. معلش بس لازم تعرف برضو. لا حماتي ما ينفعش تقول لها انت كده، ياسمين لو عرفت موضوع زي ده هنخسر بعضينا، وانا بحب ياسمين وانت عارفه بكده. ايوه بس احنا مش هنفضل نخبين عليها كل دوت. لا مش هينفع نتكلم، مش هينفع نقول حاجه زي كده. لا لازم تعرف، احنا كده هنجرحها. معلش لازم تعرف برضو حماتي، ما ينفعش تقول لها اي كلام من ده. كده انا هسمع كل حاجه. ايوه بس انا مش هنفضل نخبين عليها كل دوت. خلاص قولوا بقى ايه اللي انتم مخبينه عليا ومش عايزين نعرفه. لا مش هينفع نتكلم، مش هينفع نقول حاجه زي كده. مالكش دعوه يا ياسمين، انا اقول لها واتصرف معاها برضه تاني. معلش انا اتصرف معاها. بالله عليك اصل لازم تعرف الحقيقه. بالله عليك مش عايزه تصمم على موضوع زي ده، مش عايزه تعرف، مش عايزه اجرحها. انا كنت حاسه ان في حاجه وهعرفها، هعرفها بالطريقه دي. عبد الرحمن انا كده كده ما لازم اقول لها. لا معلش مش هينفع اصل كده لازم تعرف. لا 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 افتح. طيب هي طنط ياسمين هنا؟ لا مش هنا. لا في حاجه؟ اكل ماما كانت عايزاها، بقول لها بس لما تيجي. ماشي لما تيجي هبعتها لامي. ماشي اتفضلي تعالي. لا شكرا. ده واحده بتسال على ياسمين اللي هي جارتنا دي. قلت لها لما تيجي ابعتها لك. طب انا ماشي، انا لما تيجي بخليها تروح لها. لا ما تمشيش الا لما ياسمين ما تيجي. طبعا هيبقى لازق جنبيها، هيمشي يروح فين؟ هيمشي يدور عليا ولا يجي معايا؟ ما زمانها جايه. لا ما تمشيش الا لما ياسمين ما تيجي، تعالى. هي زمانها جايه. خليه قاعد جنبها، بس كل حاجه هتبان دلوقتي. بقول لك يا حماده، انا هخش اريح شويه عشان دماغي هتفرتك من الصداع، وانت بشوف هتعمل ايه. طب خش انت طيب وريح جوه شويه. ماشي. لا بقى كفايه كده. بس هو انا خايف عليها في ايه؟ ما كده كده لازم انت تعرف ماما مش خايفه عليها. ما فين عبده يعني؟ دخل ينام. هو انتوا بتتكلموا عليا في ايه؟ مش اي حاجه. ياسمين جت اهي. ازاي يعني؟ انا كل ما ببقى رايحه جايه بالاول ما بتشوفوني بتقطعوا الكلام. لا ولا اي حاجه خالص. كلام عادي يعني مفيش اي حاجه. وبعدين هو مش كان قال ان هو هيخرج يعني ولا هينام ولا قالها؟ هو حاسس ان هو مصدع دخل ينام شويه. يعني هو نايم جوه دلوقتي؟ وبعدين امها مش خايفه عليها وانا اللي اخاف عليها؟ لا بقى انا لازم اقول الحقيقه بقى. في ايه يا عبد؟ هايدي؟ ايوه هي الحقيقه دي اللي انا عايز اعرفها. ايوه انا هتعرفيها دلوقتي. هتعرفيها بص. قدام امك بقى. قبل ما احكي برضه الحقيقه على وضوح، لو عايزه تطلقي انا موافق، عايزه تكملي معايا هنكون اسعد انسان في الدنيا. اختار لك حاجه من الاثنين. عايزه اتطلق. ياسمين انت عايزه تخربي عنك وتطلقي؟ يا شيخه اسكتي، ده انا عايزه اتطلق من زمان، كاتمه وحابسه جوه قلبي، وهو اصلا معيوب ما بيخلفش. يا نفسي اشوف حته عيل. معلش يا حبيبتي معلش. لا بقى ما انا مش هسكت برضه كده. اسمعي بتقول لك انا ما بخلفش، قولي لها حاجه. هتقول ايه يعني؟ بصي ياسمين العيب منك انت مش من هو ياسمين. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت كمان انت هتقوم على عمو؟ لا لا هو ده اللي انت بتدافعيله صح؟ لا ما بتدافعش، امك بتتكلم صح. عيب منك وانا ما رضيتش اعرفك كده من الاول عشان خاطر ابني. ما تحطيش في نفسك وتزعلي، وانت برضه مصابه تجيب الغلط عندي انا. اديك عرفتي، ورينا هتعملي ايه؟ يعني ايه؟ يعني انتوا كل ما كنت بشوفكم مع بعض كنتوا بتتكلموا على الموضوع دوت؟ بتتكلموا عليا؟ كل ده وخايفين تقولوا لي؟ طب ما واجهتونيش ليه من زمان وقلتولي؟